طيب غير الطاجين ديال الامازيغيه، شحال من واحد شحال من واحد طاجين. مرحبا سيدي، مرحبا بكم. مصطفى ازي وحي اخويا، قهوه قديمه انا خدام على شحال هادي كندير شي ديال الطواجن العنزي والدجاج وكلشي الحمد لله، راه امور مزيانه الحمد لله. واش 20 عام هادي، شي 20 عام خدام انا في القهوه، اول قهوه في تيلفت هي هادي معروفه، كيجيو عندي الكليان شحال من واحد كيجي من ازي لبني ملال الرباط، كيجيو عندي لهنا من الرباط لهنا. طيب غير الطاجين ديال الامازيغيه، شحال من واحد شحال من واحد طاجين، والحمد لله خدام الله يجعل البركه والحمد لله. وكاين اخويا كاين 60 درهم، كاين 800 ريال، كاين 600 ريال الدجاج، 600 ريال اللحم صغير، 700 800 60 درهم طاجين كبير فيها نص كيلو ديال اللحم. لا لا لا، كل نهار خدام، كل نهار ايوا نهار سوقت تكون شويه الخدمه، كندير من 50 طاجين 40 المهم كون نهار ورزقو صافي، خدام مع الفلاحة والكسابة والحمد لله، خدامين أسيدي الحمد لله. ضروري بغيت نزيد شي حاجة ويني، راه أمر الله لا درنا شي ديال الدعم وما عطاونا والو، بغيت نستافد ويني راه قال لك أودي راه ما نجحتيش في داك الشيء، هو دابا باقي تنضر مع الله وصافي. كانت قاتلة عاب وحدي في هاد الشيء، وأنت تشوف السوق الحمد لله، أنت تشوف الحمد لله أسيدي، وتعرفون الناس راه كيجيو الناس فين كان شي واحد راه تيجيو عندنا أنايا والحمد لله. ندير هاد الشيء ديال الدجاج ما كرهناش، ندير هادشي ديال الدجاج عاوتاني، نزيد هاد الفرن ديال الدجاج الشوايه اللي بغيت نزيد، وكاينين الحوايج اخرين غادي نزيدهم ان شاء الله الى طول الله العمر. مرحبا اللي بغى ياكل، مرحبا به اللي بغى ياكل يجي، مرحبا به. طاجين امازيغي الحمد لله كلشي موجود، اللي عنده اللي ما عندوش مرحبا بهم. كاين المعيز وكاين الدجاج، المعز اللي كاين هنايا اللي مطلوب بزاف، هو المعز اللي مطلوب هنايا ماشي الدجاج. انا التليفون 0671 28 0045. مرحبا اللي جا لتيكلفت، مرحبا بيا خويا. تقريبا شي 3 سنين، تقريبا شي 3 سنين، والماكله وكلشي زين الحمد لله. يوميا كل نهار الاحد ونهار السبت كنتغداو عندو، كنتعشاو عندو، كنفطر زوينه والثمن مناسب. طاجين امازيغي، اسم مازيغ تاش الحيد، طاجين اميمن.